المشكلة تبعتنا احنا مرات بنكون متقوقعين في قواقعنا بالكنايس، ومش عاوزين كأن العالم برا ده مش مسؤوليتنا، لكن نقعد نحضر التلفزيون، بنشوف اليوتيوب، بنشوف كل الأشياء الجديدة، لكن بدون ما نعمل شيء. أنت ذكرت إعلان، وهذا مش شيء جديد، هذا شيء كتاب على فكرة، ما الله بيوضح بإعلانات لناس. الإعلان طبعا لازم يمتحن، والامتحان هو كلمة الله، وما يكونش خارج عن سياق حديث الرب أو كلمة الله. فعلا الرب يسوع مجيئه اقترب جدا يا أولادي، هي الساعة الأخيرة. وفعلا سواء البحر اللي شفتيه، يعني في مزمور 107 بيقول إلى المرفأ الأمان، يعني تعرف أنا بحب الترنيم المصري اللي بتقول المركب آهي جاي، وغرض المركب أنه يأخذنا للضفة الأخرى، للجهة الأخرى، طبعا المقصود الحياة الأبدية. وبالنسبة للكواكب شيء كتابي، في دانيال إصحاح 12 وآية 3 مكتوب: والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى الأبد الظهور. يعني زي كأنه كواكب موجودة في السماء.